بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند. الف مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه في مصر وفي كل ارجاء العالم، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لكل فرد في منظومه النادي الاهلي بعد الفوز بالدوري العام هذا الموسم. بالامس بعد نهايه مباراه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز وفوز سيراميكا 2-1، اعلن رسميا الاهلي بطلا للدوري العام للمره 43. بنتكلم على ارقام قياسيه كبيره جدا، ولكن هذا الموسم الاهلي حقق الخماسيه في 10 شهور فقط. دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر، 1 كاس مصر، فبنتكلم على بطولات عظيمه وقويه من فرق اللي فازت السنة اللي فاتت بهذه البطولات من النادي الأهلي، قدر الأهلي يعود لينتقم ويفوز بكل البطولات المحلية والقارية. هو عنوان حلقة اليوم، عاد لينتقم. عاد الأهلي من بعيد بعد موسم كان صعب جدا الموسم الماضي عشان يحقق كل شيء الموسم الحالي. دي مدرسة الأهلي ودي منظومة الأهلي، فمبروك لكل فرد في منظومة النادي الأهلي، بداية من الجماهير، مجلس الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين، كل من ينتمي للنادي الأهلي في كل أنحاء العالم، مبروك عليكم الفوز بهذه البطولة الغالية. وبالتأكيد إن شاء الله مباراة التتويج والإعلان الرسمي والاحتفالية إن شاء الله بعد مباراة الزمالك، لكن من النهاردة لغاية يوم الخميس الجهاز الفني واللاعبين كل تركيزهم على مباراة الزمالك عشان الفريق يفوز بيها ويقدم مستوى يليق ببطل إفريقيا وبطل الدوري هذا الموسم. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا كالعادة، زي ما أنتم متعودين مننا في الترند، دايما كل الجديد معانا يوميا من خلال حلقات برنامج الترند. ولكن نبدأ حلقة اليوم كالعادة بسؤال حلقة النهاردة، وعايز كل واحد بيتابعنا أو حتى متفاعل على السوشيال ميديا يوجه رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد حسم بطولة الدوري للمرة 43 في تاريخ النادي. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائل حضراتكم اللي هتوجهوها للاعبين والجهاز الفني. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في الترند الأهلي، درع الدوري يعود لملعب التتش، وكمان الفريق يبدأ استعداداته بقوة لمباراة القمة، وأخيرا كل التوفيق لمنتخبنا، قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخميس المقبل. القرعة إن شاء الله يوم الخميس في أبيجان الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. طيب استعراض مباريات اليوم في الدوري المصري. النهارده مباراة ضمن مباريات يعني تحسين نتائج الترتيب في الدوري العام. سموحة هيستضيف إنبي الساعة 8:30 من مساء اليوم في استكمال مباريات الجولة 33 من الدوري العام. ولكن بالطبع المباراة الأهم والأقوى هتكون مباراة الخميس، مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك الخميس على استاد القاهرة الساعة 8:30 مساء بإذن الله. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. الخماسية، حقق الأهلي الخماسية وتوج الفريق خلال هذا الموسم بخماسية. بدأت بكأس السوبر المصري أمام الزمالك، ثم كأس مصر أمام بيراميدز، ثم كأس السوبر أمام بيراميدز بعد انسحاب الزمالك، ثم دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الفائز بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي، ثم بطولة الدوري العام الأهلي بطلا لهذا الموسم بعد الفوز بالبطولة رقم 43 أمام المنافس التقليدي نادي الزمالك بطل هذه البطولة العام الماضي. لذلك هو العنوان عاد لينتقم، انتقم محليا وانتقم قاريا، فاز بكل الألقاب المتاحة خلال هذا العام. يعني لو نستعرض الأهلي وإنجازاته وتاريخه، انتوا بتتكلموا على فريق تاريخي في المقام الأول منذ فترة الأربعينات، منذ انطلاق المسابقة في 1948. تعالوا نبص كده مع بعض نشوف أرقام الأهلي في كل البطولات المحلية والقارية. مثلا في الدوري المصري الأهلي فاز بالبطولة 43 مرة، انت بتتكلم في اكتر من حوالي 70-80% من كل المسابقات اللي اتلعبت في الدوري منذ انطلاق المسابقه عام 48. فاز بكاس مصر 38 مره، فاز بكاس السوبر المصري 13 مره،
يعني انت لو جمعت عدد البطولات المحلية اللي فاز بيها الأهلي انت بتتكلم فيه ما يقرب من حوالي 94 لقب محلي. 94 لقب محلي، يعني 6 ألقاب محلية، والأهلي يكون تخطى أو وصل لرقم 100 بطولة محلية. ودي بطولات إيه رئيسية؟ أنا مش بتكلم على بطولة منطقة القاهرة ولا بطولة الرابطة ولا البطولات اللي هي ممكن تكون إيه؟ يعني بطولات ثانوية، ولكن دي بطولات أساسية، الدوري والكاس وكاس السوبر. روح على البطولات الإفريقية، 11 دوري أبطال إفريقيا، 11 دوري أبطال إفريقيا، 4 كأس كؤوس إفريقية، 1 كأس كونفدرالية، 8 كأس سوبر إفريقي. مين في مصر، مين في المنطقة العربية، مين في شمال إفريقيا، مين في القارة الإفريقية عنده الأرقام دي؟ مفيش. عشان كده الأهلي هو التاريخي أو النادي التاريخي يا سادة، هو ده النادي الأهلي. فالسنة دي بنحتفل بخماسية، ولكن الخماسية جت في 10 شهور. كولر تولى المسؤولية في شهر 9، زي اليومين دول بنتكلم في 10 أو يوم 9/9، والنهاردة احنا بنتكلم في 11/7. يعني وصل 10/9، النهاردة 11/7، والتتويج الرسمي كان امبارح 10/7. يعني احنا بنتكلم في 10 شهور بالظبط الراجل حقق الخماسية. ولما تسأل كولر رأيك ايه في الخماسية والبطولات دي، يقولك انا في تاريخي كله ما خدتش غير 4-5 بطولات، ولكن مع الأهلي في 10 شهور جبت الخمس بطولات. هو ده الأهلي يا جماعة، الأهلي التاريخي. سيبكم بقى من أي حد بيتكلم في نقاط تانية ولا ليها معنى. هو الموضوع ممكن يكون يزعل البعض إنه مش قادر يوصل للأرقام دي، ولكن ده تاريخ الأهلي، دي ألقاب الأهلي. عرفتوا إن إحنا عندنا رصيد نقدر نتكلم عليه؟ لأنك بتكسب، عندك بطولات، عندك تاريخ، عندك إنجازات، عندك مادة بتتكلم عليها. هو ده الرصيد بتاعك اللي أنت ممكن تتكلم عليه. دي المادة اللي بنفتخر دايماً وإحنا بنتكلم عليها. لو بصينا على سجل أبطال الدوري المصري عبر تاريخه، هتلاقي الأهلي بيغرد منفرداً 43 دوري. أقرب المنافسين معاه كم لقب؟ 14. بصوا على الشاشة، 3 أضعاف ألقاب الزمالك النادي الأهلي محققها. الزمالك 14، الأهلي 43. 43 بقى إيه؟ ده في عصور مختلفة وفي سنوات مختلفة وفي حقوق رعاية مختلفة وفي تواجد مسؤولين مختلفين عبر الأزمنة. يعني اللي عنده أزمة في التسعينات، طب رأيه إيه في الألفية الجديدة؟ طب اللي عنده أزمة في الألفية الجديدة، رأيه إيه في الثمانينات؟ طب وإحنا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الدوري في 48، تعليقك إيه وتاريخك إيه؟ الأرقام على فكرة هي لغة مهمة جدا، ولغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. عشان كده امبارح لما قلت إن خلال ساعات بإذن الله الأهلي هيتوج ببطولة الدوري العام، وقتها قلت إن اللقب أو الدرع القديم قبل ما يكون في درع جديد، واللي أعلنت عنه رابطة الأندية امبارح في مؤتمر صحفي كبير جدا كان في العاصمة الإدارية، يجب إن الدرع القديم ده يكون في النادي الأهلي، الأهلي يحتفل بيه وكمان يحتفظ بيه، لأن البطولة دي هي البطولة التاريخية، مفيش نادي، هات لي نادي في مصر حقق الأرقام دي كلها. الدرع القديم اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشه، لو تبص عليه هتلاقي على كل مرحله سنيه 48 49 49 50. عارف انت فكره انك تكتب اسم الاهلي وتعمل علامات صح؟ ما انت من كتر ما الاسماء الانديه اللي موجوده قليله جدا، ما فيش غير الاهلي بس، فانت الدرع كتب عليه اسم الاهلي، فبالتالي اكتر نادي له الحق انه يحتفظ بيه هو النادي الاهلي. فبالتالي مبروك، مبروك لكل الاهلاويه الفوز بالدرع، مبروك الفوز بالدوري. ودايما الاهلي لما بيكسب البطوله في بعض الاحيان بتبقى فيه منافسه لغايه الجولات الاخيره، ولكن الاهلي بيقدر لما بيكسب بطوله بيفرض نفسه عليها من الاسبوع الاول. وبعد ما الاهلي لعب 29 اسبوع قبل نهايه المسابقه بخمس اسابيع، الاهلي رسميا بطلا للدوري العام. طيب، في ناس ممكن تقعد تتكلم على التسويق والرعايه وجو المظلوميه وليه ما حدش بيراعي او بيرعى غير النادي الاهلي بالارقام دي كلها. يا جماعه الاهلي بعيد جدا، بعيد جدا. بصوا على الارقام اللي انا استعرضتها على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، مش هتلاقي اي حد عايز يدفع فلوس في حق رعايه الا في النادي الاهلي. في حاجه البعض ما خدش باله منها، هي الشركة الإيطالية اللي هتنظم السوبر ليج أو دوري الأفريقي الممتاز، لما حبت تعمل البطولة ولما حبت تزور الأندية، أول زيارة كانت فين؟ أول زيارة كانت فين؟ كانت في النادي الأهلي. عارفين ليه أول زيارة كانت في النادي الأهلي؟
الامر مش متعلق برحلات الطيران والسفر والطريق الجغرافي، لا 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 لا، هو كان عايز يوصل رساله ان اكبر الانديه واهم الانديه واكثر الانديه شعبيه مرحب بالمشاركه في الدوري الافريقي الممتاز، وبالتالي كانت اول زياره هي كانت في النادي الاهلي عشان الغرض ده والهدف ده. على فكره يا جماعه، مهما مرت السنين دايما النادي الاهلي هيفضل شامخ، واسمه وكلمته مسموعه، وبطولاته وانجازاته هي اللي بتتكلم عنه. ما بنجيبش حد يتكلم عننا، ما بنأجرش مكان ممكن حد يتكلم عننا، لا 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 لا، الاهلي دايما اسمه وبطولاته وانجازاته هي افضل من تتحدث عنه. وبالدليل لما نبص ونشوف المشاركه القاريه، المشاركه الدوليه، اجتماعات الاهلي دايما بتكون فين ومع مين، هو ده العمل المؤسسي مش عمل الوان مان شو، وده اللي عايز اكد عليه. طيب قبل ما اروح بقى لماتش الزمالك، نقطه اخيره كده واحنا في اطار الاحتفاليه، احنا بنحاول نحتفل بس على المستوى الاعلامي، لان في يعني اكيد شغل فني للجهاز الفني واللعيبه فاصلين نفسهم على القصه دي، اللي عندهم ماتش صعب جدا يوم الخميس. المفروض النهارده احنا بنتكلم في كام في الشهر؟ النهارده 11/7، النهارده 11/7. طيب رابطه الانديه وهي بتتكلم على مساله تسليم درع الدوري امتى؟ كلنا عارفين ان خلاص الاهلي رسميا بقى بطلا للدوري العام. طيب رابطه الانديه وهي عامله لائحه قالت ان الدرع في توقيت معين لازم الفريق الفائز بيه بيسلمه، صح ولا غلط؟ صح. طيب انا مش هقول كلام من عندي، انا هروح للائحه. لائحه ايه؟ لائحه رابطه الانديه، الماده 56 بتقول ايه؟ تخصص رابطه الانديه درع للبطوله، ويعتبر هذا الدرع ملك خاص للرابطه، تسلم للفريق الفائز في القسم الاول للمسابقه اللي هو مسابقه الدوري العام، على ان تبقى في حوزه النادي طوال الموسم الرياضي اللي هو التالي اللي هو الموسم ده، ويعاد تسليمها للرابطه قبل نهايه المسابقه بكام؟ ب 15 يوم. 15 يوم. طيب معنى كده ايه؟ الدوره هيخلص امتى؟ 26/7. قدامكم اهي على الشاشه الماده 56، يعاد تسليمها للرابطه قبل نهايه المسابقه التاليه ب 15 يوم. ما قالكش في خلال، خدوا بالكم من المعاني دي، انا راجل دارس قانون على فكره وعارف الكلمه بتفرق كتير. كلمه خلال يبقى انت من 11/7 ل 26/7 هتسلمني الدرع، لكن لما يقول لك يعاد تسليمها قبل نهايه المسابقه ب 15 يوم على الاقل، يبقى بالتالي لازم من النهارده يتم تسليم درع الدوري للرابطه. ليه بقى؟ عشان النادي الاهلي لما يطلب الاحتفاليه بالدرع في مباراه يوم الخميس امام الزمالك، في المباراه التي تليها في مباراه بيراميدز، يكون الدرع متاح عند الرابطه عشان يسلمه للبطل او للفريق الفائز. حقك، حقك تحتفل، حقك تعمل احتفاليه. هو مش القانون بيقول كده؟ مش اللائحه بتقول كده؟ يبقى بالتالي انا من حقي ان انا اسال على درع الدوري ابتداء من النهارده، لان اللائحه قالت الرابطه ليها الحق انها تطلب الدرع من الفريق الفايز قبل نهايه المسابقه 15 يوم. المسابقه تخلص 26/7، النهارده 11/7، يبقى من حقك النهارده كرابطه تطلب ده من الفريق الفائز بالمسابقه العام الماضي. كون بقى حد يطلع يقول لك احنا مش عايزين مشاكل، والله دي مشكلتك انت، احنا عندنا لوائح ونصوص وقوانين، والمفروض الكلام ده بيطبق على الكبير قبل الصغير. طيب نروح بقى لمباراة القمة، مباراة يوم الخميس، مباراة صعبة جدا. النادي الاهلي كفريق كورة فاصل تماما فكرة انه فاز بالدرع، لان عنده مباراة صعبة خلال 48 ساعة. ماتش الزمالك ماتش صعب، ومحدش يقول لي مفيش دوافع، لا في دوافع، في دوافع عند الفريق اللي خسر البطولة، عايز يحاول يقدم أفضل ما لديه قدام الفريق اللي فاز منه أو اللي فاز عليه وخد منه البطولة. وفي دوافع عند الأهلي إنه عايز يحافظ على سجل مبارياته بدون خسارة، ودي مباراة كمان ليها يعني مش هقول حساسية، لأن إحنا بنتكلم على المستوى الرياضي، إحنا مش بنتكلم في حرب، إحنا بنتكلم في كورة. مباراة ليها حساسية في إطار رياضي وكروي، بلعب قدام المنافس التقليدي، اكتر نادي شعبيه جماهيريه بعد النادي الاهلي، فبالتالي المباراه من هنا بتاتي اهميتها. كل التفاصيل دي بالتاكيد الجهاز الفني بيشتغل عليها، بيحضر ازاي. النهارده اول تدريب للفريق بعد الراحه
اللي خدها الفريق بعد مباراة الاتحاد السكندري، كان 48 ساعة راحة. النهاردة استئناف التدريبات، تدريب النهاردة تدريب بكرة، والمباراة يوم الخميس. كل التفاصيل بالتأكيد هنعرفها من خلال زميلنا كريم أحمد اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الأخبار والترتيبات استعدادا لمباراة الزمالك يوم الخميس المقبل. مساء الفل يا كريم، وألف مبروك فوز الأهلي بالدوري العام هذا الموسم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، مبروك علينا وعلى كل جمهور النادي الأهلي، على الجهاز الفني، على مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة اللي يمكن هنبدأ في البداية محمد، طبعا كل الفرحة على المستوى الجماهيري، لكن على مستوى كرة القدم ولعيب النادي الأهلي الفرحة إن شاء الله بإذن الله تكون يوم الخميس، تكون في استاد القاهرة، لأن في تركيز كبير جدا 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 لهذه المباراة، مباراة القمة 126 الأهلي والزمالك. بعيدا عن التتويج محمد، هذه المباراة زي ما أنت قلت لها حسابات عديدة جدا عند كل الأطراف الحقيقة، عند الجهاز الفني واللاعبين، الجماهير، عند مجلس الإدارة، عند أعضاء النادي الأهلي. عشان كده يعني مهمة كبيرة جدا، ومهمة مش هنقول ثقيلة على أبطال أفريقيا، أبطال الكاس، أبطال الدوري، أبطال السوبر. النادي الأهلي الحمد لله هذا الموسم موسم يعني في انجازات كبيره جدا يا محمد. الاستقرار الاداري واحده من اهم الاشياء الحقيقه اللي بيكون نتيجها هذا الامر، ان انت يكون في استقرار اداري، توفير مناخ كبير جدا رغم الضغوطات والصعوبات الكبيره جدا الحقيقه اللي كان بيواجهها مجلس اداره النادي الاهلي. لكن اما بيكون في استقرار اداري، اما بيكون في مناخ طيب، اما بيكون في قرارات بتتخذ بهدوء بشكل كبير جدا، بتكون النتيجه زي ما احنا شايفينها النادي الاهلي بيحسم بطوله الدوري العام في مكانها الطبيعي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. لكن لو بنرجع محمد كالعاده لمباراه القمه، عايز اكد لك واقول لك ان النادي الاهلي فول تيم في مباراه الزمالك. ناس كتير بتتكلم عن ان ممكن يكون في تغيير في بعض العناصر، في بعض الامور، باكد لك هذا الامر. مباراه لها حسابات كثيره جدا، عشان كده الحقيقه مستر كولر واحد من الشخصيات المميزه جدا جدا الحقيقه في القيادات الفنيه للمباريات الكبرى. عشان كده الراجل اكد على لعيبه النادي الاهلي، احنا ما حققناش حاجه، احنا ما خدناش الدوري، احنا لازم نكون يوم الخميس احنا بنفرح بالدوري في استاد القاهره مع جمهور النادي الاهلي. ده امر مهم جدا يا محمد، وده واصل للعيبه النادي الاهلي. 48 ساعه كانت راحه مهمه جدا للاعبين بعد الحقيقه السفر في الاسكندريه، مباراتين متتاليتين، الاسماعيلي والاتحاد السكندري. النهارده اول التدريبات واول الاستعدادات، ان شاء الله باذن الله يبان على لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير. يعني امر مهم جدا يا محمد في التدريب الاول، انت عارف عندنا 48 ساعه تدريبات ثم المباراه. النهارده بيكون يوم مهم جدا للعيبه، بتبان مدى الجديه ومدى الرغبه الكبيره جدا ومدى الدوافع كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي. الفرحه هنا زي ما باكد لك للجمهور، للاعضاء، لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مفيش فرحه ان شاء الله. الفرحه تكون بمشيئه الله في وسط جمهورنا اكيد، اللي لابد ان احنا نوجه له كل التحيه والتقدير زي ما اكدنا على التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، لان كان دوره مهم جدا يا محمد. جمهور النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه، خلال المباريات، حفز اللعيبه، ازرع بشكل كبير جدا. عشان كده النجاح بينسب للكل. ان شاء الله باذن الله تدريبه النهارده تكون تدريبه كويسه، مستر كولر يبدا ان هو بقى يعني يضع الخطه، الامور الخاصه طبعا بقراءه الفنيه لنادي الزمالك. الراجل طلب كالعاده من ياسين المكاري المباريات الاخيره بعض الهايلايتس لنادي الزمالك، لان ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني، ان احنا ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا يا محمد في يوم الخميس على استاد القاهره في 8:30 والمباراه المؤجله من الجوله 31. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الزمالك. طب كريم، ما في جزئيتين مهمين جدا. اولا ممكن الفريق يدخل معسكر من النهارده ولا المعسكر بكره طبقا زي اي مباراه قبلها ب 24 ساعه؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالسوليه ومتولي، هل في فرص ممكن يعني ان يكونوا موجودين في القايمه، ولا الامر اللي شايفه صعب في ظل الحاله اللي ممكن اللي وضعها الجهاز الطبي كبرنامج تاهيلي ان لسه قدامهم وقت تاني عشان يرجعوا للمباريات؟ يعني هبدا معاك من النهايه، يعني هنشوف السوليه ومتولي مع اكرم وكريم فؤاد، لكن هنشوفهم للتتويج يا محمد وللفرحه ان شاء الله، لكن مش هنقدر نشوف متولي والسوليه في المشاركه ان هم يكونوا متواجدين في القائمه، لان زي ما باكد لك واقول لك في تأني كبير جدا جدا الحقيقه من الجهاز الطبي للاصابات اللي تحديدا بتبقى في العضله الخلفيه او السبرين انكل الجامد الحقيقه اللي يمكن تعرض ليه متولي. كنا بنعمل ان هم يكونوا مشاركين طبعا في المباراه او متواجدين في القائمه، لكن باكد لك كل اللعيبه هتكون متواجده يوم الخميس في المباراه، لكن مش هتكون متواجده يعني الجاهزيه الفنيه او البدنيه او الطبيه على قد ما هي تكون متواجده لمسانده فريق النادي الاهلي في مباراه الزمالك. النقطه الاولى طبعا، يعني يمكن سالت على هذا الامر الحقيقه محمد اول لما تواجدت هنا في النادي الاهلي، على ان مستر كولر هل ممكن يعمل 48 ساعه القادمه تكون في معسكر. يمكن اتاكد لي ان الامر طبيعي جدا، هم ال 24 ساعه العاديه المعسكر المعتاد لفريق النادي الاهلي في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره. الراجل ماشي على سيستم معين، الراجل مش عايز يكون في اي تمويل، الراجل مركز بشكل كبير جدا مع
لعيبه النادي الاهلي عندنا فرصه كبيره جدا يا محمد ان شاء الله باذن الله نكون ختام الدوري ختام مميز جدا لما تفوز على نادي الزمالك في حضور جمهورك وانت كمان بتحتفل ببطوله الدوري العام. ده امر بيسعد جماهير النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا جدا نكون يوم الخميس يوم عظيم على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني وعلى مجلس الاداره وعلى اعضائه. وان شاء الله باذن الله كالعاده يعني من خلال شاشه قناه النادي الاهلي تكون في تغطيه خاصه ورائعه وممتازه الحقيقه من كل الفروع ومن استاد القاهره. وكون فرحه كبيره جدا يا محمد ان شاء الله بالتتويج بالبطوله 43 باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي بالجزيره. عندي نقطتين مهمين جدا قبل ما اطلع لفاصل. النقطه الاولى الناس بتتكلم على طب الاهلي هيتعامل ازاي مع نهايه الموسم في ظل ان خلاص الاهلي بقى بطل للدوري العام وبالتالي مش محتاج حاجه من المباريات المقبله تحديدا بعد لقاء الزمالك ان شاء الله باذن الله يعني. طيب انا بقول لكم ان الفتره الجايه الاهلي هيتعامل بمنح راحات للاعبين ولكن بشكل تدريجي. انت لسه عندك مسابقه كاس مصر ما خلصتش وعندك مباراه في دور ال 16 امام الداخليه يوم 30/7 ودور الثمانيه مع المصري، مصر تحديدا اتاهل خلاص لدور الثمانيه، فغالبا هتبقى ممكن بعد 3-4 ايام من مباراه الداخليه، فممكن المباراه تكون يوم 3 او 4 اغسطس. فبالتالي ادي ماتش مهم جدا في كاس مصر، فعندك الداخليه والمصري دور ال 16 دور الثمانيه، ان شاء الله كسبت وكملت، لسه عندك سيمي فاينل وفاينل، وفي حال خروج الزمالك من البطوله العربيه في الدور الاول هيجي يلعب سيمي فاينل مع بيراميدز يوم 8/8 او 7/8 على اقصى تقدير. وبالتالي لسه الكاس مستمر معاك لغايه الفاينل يوم 10 او 11/8. وبالتالي الموسم مستمر لغايه اول 10 ايام من شهر اغسطس. فايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ في اتجاه ان يبقى في راحات ولكن بشكل تدريجي. يعني مثلا بعد مباراه الزمالك عدد من اللاعبين وعلى راسهم مثلا اليو ديانج هياخدوا اجازه لمده 5-6 ايام. بعد او مثلا بحد اقصى مثلا حوالي 10 ايام. بعد مثلا 25 او 26/7 يرجعوا اللعيبه دي وفي لعيبه ثانيه تاخد اجازه لغايه مثلا يوم 7/8 او 8/8 وهكذا. بحيث ان كل لاعب خد الفتره المناسبه ليه كراحه. ده جزء الجهاز الفني بيفكر فيه. في جزء تاني يقول لك لا انا ممكن ادي راحه لابرز العناصر في التشكيله الاساسيه اجازه لغايه الاسبوع الاخير من شهر 7 لمده مثلا اسبوعين، وبعد ما اشوف موقفي من مباراه الداخليه ابدا اشوف المباراه المقبله هل اكمل بالمجموعه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي ولا المجموعه اللي خدت اجازه ترجع وتبدا بقى تستعد للموسم الجديد برنامج اعداد ويكونوا جاهزين على الاقل لمباراتي السيمي فاينل والفاينل في كاس مصر. الاهلي على فكره يمكن خاض المراحل دي قبل كده في مواسم سابقه وكان بيلعب مباريات الكاس بدون العناصر الاساسيه، ولما بيوصل للمباراه النهائيه بيلعب بالتشكيله الاساسيه او بمجموعه العناصر اللي راجعه من الراحه او الاجازه. ده هنشوفه بنسبه كبيره بعد مباراه الزمالك. هيكون في خبر مهم جدا متعلق بمنح اللاعبين اجازه وراحه سلبيه خلال الفتره المقبله. طيب حاجه ثانيه عايز اتكلم عليها وهي متعلقه بحكام مباراه القمه. لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي الساعه 5:30 يوم الثلاث قبل 48 ساعه من مباراه القمه مفيش اختار رسمي ومفيش ابلاغ رسمي لاي حكم تم ابلاغه ان انت اللي هتدير هذه المباراه. لا حكم ولا مساعدين ولا حكم رابع حتى ولا حكام الفي ار، حكام تقنيه الفيديو. والكلام اللي طالع من جوه الاتحاد ومن جوه لجنه الحكام، وانا امبارح اتكلمت في الجزئيه دي ابراهيم نور الدين بنسبه كبيره، وقلت ان كابتن توفيق السيد كان بيفكر ان يدي المباراه لمحمد الحنفي. ولكن انا النهارده مش هتكلم في معلومه، هتكلم في ضمير اللجنه اللي لازم تخلص الموسم بشكل ايجابي. لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نحط اعتبارات تانيه ملهاش علاقه بالاعتبارات الفنيه. بمعنى هل وانا عندي مباراه كبيره زي الاهلي والزمالك وانا هنا بخاطب الرابطه بالمناسبه، مش هخاطب الاتحاد ومش هخاطب لجنه الحكام، انا هخاطب رابطه الانديه الاستاذ احمد دياب. الموسم الحمد لله ماشي بشكل كويس وقدرتوا تنجحوا انكم تخلصوا الموسم في نهايه 7 عكس المواسم اللي فاتت بتخلص في شهر 8، ولولا مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه وان البطوله اتحطت في توقيت محدش كان عارف في الاجنده ان في بطوله كان ممكن الدوري كمان يخلص في شهر 6، وده انجاز رائع جدا لرابطه الانديه. ولكن رسالتي للاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، ارجوكم يبقى لكم دور في فكره ان الحكم اللي هيدير مباراه القمه يكون حكم على مستوى فني عالي جدا. ما ينفعش اجيب حكم السنه دي اتوقف مرتين ثلاثه. ما ينفعش اجيب حكم اتوقف السنه دي مرتين ثلاثه. اتوقف محلي واتوقف افريقي. على فكره اتوقف محلي واتوقف افريقي. والكلام ده معلن
الكلام ده معلن، فما ينفعش اجيب حكم يعمل ازمه. المباراه هي مباراه مش هتكون حاسمه في الدوري، ولكن المباراه هتكون احتفاليه كارنفال، مباراه كبيره تقدر تختم بها الدوري، لان المباراه المتبقيه خلاص هيكون الدوري خلص. ولكن كنا نتمنى الحضور الجماهيري يكون اكبر، ولكن خلاص 3000 من هنا و3000 من هنا. ولكن على المستوى التحكيمي لا، السنه دي عندك محمود البنا، عندك محمد معروف، عندك امين عمر، ده انتوا عندكم امين عمر في قائمه المحترفين الافارقه، عندك حكم محترف. انا مش هزكي حكم على حساب حكم، بس انا بتكلم على المستوى الفني. يقول مين عندك ثلاثه تختار منهم؟ عندك في الفار في محمد عادل، في اسماء، في محمود ابو الرجال، في احمد حسام طه، في حكام موجودين. ولكن ما ينفعش افكر في حكم اتوقف السنه دي مرتين ثلاثه يجي يدير مباراه القمه، والناس كلها عارفه اصلا ان على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيبقى في ترشيح لحكم، وكان دايما اللجان السابقه بتقول لك لا انت ما ينفعش المباراه دي، عايزين المباراه تعدي بشكل كويس. اي حكم معرض للخطا، انا مش بقول ان هو هيجي ومش هيغلط او هيغلط، اي حكم معرض للخطا، ولكن احنا بنتكلم في مواصفات حكم ازاي ينجح بالمباراه. وطالما اتكلمنا في المواصفات اكيد انتوا فاهمين قصدي، واللجنه لو بتسمعني فاهمه قصدي، والرابطه لو بتسمعني اكيد فاهمه قصدي. فلازم يجي حكم نقدر نقول يعني انت بتكرمه في نهايه الموسم يدير هذه المباراه الكبيره. عندك معروف، عندك امين عمر، عندك البنا، عندك عادل، عندك اي حد. ولكن ما ينفعش اختار حكام ما تبقاش دوليين، ما تبقاش دوليين. معدل الجري واللياقه البدنيه ليهم في الملعب قليله جدا، رغم ان هو مستواهم الفني ممكن يكون عالي جدا. وفي نفس الوقت ما ينفعش اجيب حكم اتوقف السنه دي مرتين ثلاثه محل وافريقي. فاتمنى من اللجنه او اتمنى من الرابطه خلال الساعات الجايه قبل اعلان اسماء الحكام بكره يكون في تريث ومعايير فنيه في اختيار الحكام لهذه المباراه. حكام ما تجيش تجامل، مش تجامل النادي، لا ما تبقاش انت بتجاملهم، عشان حكم ممكن عايز يختتم الموسم او حكم عايز يجدد موسم فانت تجيبه عشان يدير هذه المباراه. ما تجاملش حد، اختار حكم يليق بهذه المباراه، وحكم يكون الهيستوري بتاعه على مدار التاريخ او على مدار هذا الموسم ما يكونش فيه سوابق فيها ايقافات او فيها مشاكل فنيه، لان لغايه اللحظه دي، لغايه اللحظه دي مفيش حكم تم ابلاغه رسميا انت عندك المباراه. والمفروض الطبيعي يعني مباراه كبيره زي دي لازم الحكم يعرف انه هيديرها قبلها على الاقل بثلاث اربع ايام، النهارده الثلاث، الماتش الخميس. فاتمنى اتمنى ان يكون في اختيار سليم، وانا وجهت كلامي للرابطه، مش هوجه كلامي للجنه، لان انا خلاص تاكدت رسميا خلال الفتره الاخيره اللجنه دي ما بتشتغلش بمعايير فنيه. فاكرين الكابتن هشام الفلال اللي حسب تسلل من ضربة مرمى وقلت يا جماعة ده لازم يتوقف، ما ينفعش يكمل بالمنظر ده وعامل أخطاء قبلها؟ ردا على كلامي على فكرة يعني بعدها ب 48 ساعة كان محطوط حكم رابع في مباراة. فأنا اللجنة مش هوجه لها كلام تاني، لأن هي بتتعاملش بمعايير فنية. أتمنى الرابطة عشان تحافظ على شكل المسابقة والمسابقة تمشي بشكل كويس يجي حكم يليق بمباراة القمة، يليق بيها على المستوى الفني ويليق بيها على المستوى البدني ويليق بيها على المستوى التاريخي خلال هذا الموسم. حكم ما عندوش مشاكل فنيه، حكم دايما موجود في المباريات الكبرى، حكم دايما موجود، الفيفا والكاف بيعتمد عليه. اللهم بلغت اللهم فاشهد، عشان لما نشوف اسماء الحكام ولو حصل حاجه يبقى احنا من قبلها معرفين الناس المفروض ايه اللي يحصل في يوم الخميس اللي جاي. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. كلام كتير قوي في ترند الاهلي موجود معانا النهارده، لان في تفاصيل مهمه متعلقه بمباراه القمه امام الزمالك. نطلع نشوف اخر اخبار الترند. طيب نبدا مع بعض اخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من الحساب الرسمي للنادي الاهلي اللي احتفل بالامس بعد فوز الاهلي ببطوله الدوري رسميا. بطل الدوري بلا خساره قبل خمس جولات. الاكثر فوزا 23 انتصار، اقوى خط هجوم 54 هدف، أقوى خط دفاع 7 أهداف، الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك 22 مباراة. أرقام قياسية، وشايفين طبعاً صورة الاحتفال، ولكن دي كانت صورة الاحتفال بالأجازة. لسه في صورة الاحتفال بالدوري إن شاء الله يوم الخميس بعد مباراة القمة، وطبعاً كلنا شفنا في لقطة الاحتفال يمكن أحمد قندوسي احتفظ بالشوز بتاع مارسيل كولر، وكانت لقطة طريفة جداً من لاعبي النادي الأهلي في احتفالية كولر لما قال لهم أجازتكم هتبقى يومين مش يوم واحد. طيب حساب النادي الاهلي ايضا 9 هو عدد اهداف محمد شريف هداف افريقيا في بطوله الدوري 43، رغم ان محمد شريف بيواجه سوء حظ في بعض المباريات، ولكن الموسم الحالي برضه عنده ارقام جيده.
شريف على فكرة خد لقب بطل أو يعني هداف الدوري قبل كده، والسنة دي برضو عنده رصيد جيد في ظل أنه حتى في المشاركة الأساسية مش موجود في فترة طويلة، لأن الكهرباء خد مساحة في الفترة اللي فاتت وتألق فيها كهرباء ومحمد شريف. حساب محمد الشناوي وجه التهنئة لزمايله، ووجه التهنئة قبل كل ده لجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني على الفوز ببطولة الدوري العام، وكتب وقال: لعيبة رجالة كانوا على قدر المسؤولية وصورة الفريق بالكامل مع درع الدوري. طيب حساب الدوري الإيطالي السيريا A كتبوا: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الأهلي بطل للدوري المصري للمرة 43، تهانينا للعملاق القاهري. تهنئة رائعة جدا من الأدمنز والبيج بتاعت صفحة الدوري الإيطالي. صفحة المصري الرياضي: كولر يرفض الاحتفال بتتويج الأهلي بطل للدوري العام قبل مباراة القمة، وده اللي احنا قلناه وواضح جدا حتى بعد مباراة سيراميكا وبيراميدز امبارح، لا شفنا مداخلات ولا شفنا لقاءات حتى لأي فرد من الجهاز الفني ولا أي فرد من اللاعبين، الكل بلا استثناء قافل فكرة الاحتفالات، التركيز كله على الماتش يوم الخميس. محتاج تركز عشان تعمل مباراة كبيرة، لأنه ما ينفعش وانت بطل للدوري العام تظهر في المباراة وكأنها مباراة ودية، أكيد لازم تلعب ولازم تكسب وتظهر بشكل جيد، عشان كده في تركيز ومحدش بيحتفل، سيبونا احنا الاحتفال لغاية يوم الخميس الجاي لغاية لما الكل يحتفل بإذن الله. حساب في الجول: مصدر من رابطة الأندية اللي في الجول: ندرس تسليم درع الدوري للأهلي. ندرس تسليم درع الدوري للأهلي في القمة، والزمالك سيد قراره في إقامة ممر شرفي من عدمه. مش هتكلم على الممر الشرفي، ده أمر بيتعلق ب يعني الروح الرياضية لأي نادي، ولكن أنا بتكلم على درع الدوري. عندك لائحة، أنت مش محتاج تدرس، أنت محتاج تاخد قرار. اللائحة بتقول لك إيه؟ وأنا استعرضت المادة من شوية، المادة 56 بتقول لك قبل نهاية المسابقة ب 15 يوم الفريق اللي فايز بالدوري بيرجع الدرع للرابطة، والرابطة بناء عليه بتسلم الفريق الفايز بالدرع. امتى بقى؟ بناء على طلب الفريق الفايز. أنا عايز أستلم الدرع يا سيدي في الجولة اللي جاية. لا، عايز أستلم الدرع مثلا في الجولة اللي بعدها. لا، خلي الدرع في الجولة الأخيرة. تمام؟ لكن أنت كرابطة ما تقولش ندرس. أنت عندك لائحة. تعامل باللائحة. عندك لائحة وعندك قانون، والمفروض في نص واضح بيقول لك ايه؟ لا اجتهاد مع نص. قال لك تسليم الدرع قبل نهايه المسابقه ب 15 يوم، ما قالكش خلال. اصل كلمه خلال معناها ايه؟ قبل نهايه المسابقه بيوم، ب 10 ايام، ب 15 يوم، عندك في فتره ال 15 يوم مساحه انك تبعت فيه الدرع، ولكن قال لك ابعت قبل، يبقى تبعت قبل. يعني النهارده 11/7 المفروض النهارده الدرع بيتسلم من نادي الزمالك لرابطه الانديه. حساب يلا كوره: استاد القاهره في تصريحات للأستاذ وليد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستاد، قال فيها: جاهزون لمباراة القمة وملتزمون بحضور 6000 مشجع. نتمنى طبعا كان يبقى فيه حضور أكتر من كده، يمكن الحاج عامر حسين كان طلب منه التأجيل ليوم واحد بسبب ضيق مواعيد المباريات، وكان في فترة من الفترات كانوا عايزين يأجلوا أو يغيروا مواعيد مباريات بسبب أن استاد القاهرة ممكن ما يكونش جاهز، ولكن استاد القاهرة يعني كان جاهز في الفترة الحالية عشان يستقبل كل هذه المباريات، واعتقد بعد مباراة القمة الاستاد هيغلق للصيانة خلال الفترة اللي جاية. طيب حساب في الجول: خبر في الجول متعلق باللعيبة اللي كنت بتكلم فيهم مع زميلنا كريم احمد، ممكن يلحقوا ماتش القمة ولا لا. محمود متولي خارج قائمة الاهلي لمواجهة الزمالك بسبب التواء الكاحل الذي اجبره على وضع قدمه في كبيرة. تقلص حظوظ عمرو السولية في اللحاق بالمباراة بسبب الإصابة رغم خضوعه لبرنامج علاج طبيعي مكثف. ده مصدر في الأهلي قال موقع في الجول على مدى جاهزية السولية ومتولي. طب حساب كورة بلس: مصدر لكورة بلس عن إيقاف ديانج، سيسدد المستحقات المقررة عليه غدا. أولا أنا حزين جدا 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 من خروج هذا الخبر. ليه؟ أليو ديانج توقف؟ لا، أليو ديانج ما توقفش. فبالتالي لما اطلع اقول خبر ايقاف اليو ديانج يبقى بالتالي صدر قرار بايقاف اليو ديانج. انا اتعلمت كده في المهنه، يعني في مهنه الصحافه اتعلمنا لما تقول خبر يبقى الخبر ده حصل. خبر حصل. هل ديانج توقف؟ لا، ديانج ما توقفش. هل صدر قرار بايقافه؟ لا، ما صدرش قرار بايقافه. تاني باكد الجزئيه دي مع كامل احترامي للي قال الخبر. في حاجه اسمها في الخبر انك لما تقول معلومه يبقى المعلومه دي حصلت. هل ديانج توقف؟ لا،
ليه لا؟ لان الخطاب اللي اتبعت بخصوص منح اللاعب مهله للسداد بعد قرار المحكمه الرياضيه بينتهي يوم 13/7، وبعد 13/7 لو ما سددش اللاعب بيتوقف. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 11/7. النهارده كام؟ 11/7. هل الايقاف طلع امبارح لان امبارح 13/7؟ لا، امبارح كان 10/7 مش 13. 13 ده امتى؟ لسه الخميس. يبقى بالتالي لما اقول خبر ايقاف لاعب نتيجه انه ما سددش في المهله المقرره اللي هي 13/7، يبقى اطلع اقول الخبر ده يوم الخميس بالليل، ما اقولوش يوم الاثنين قبل ميعاده بثلاث ايام، لان انا هنا بعمل توقع مش بقول معلومه. انا بجتهد وبقول توقع مش بقول معلومه. في فرق بين الاجتهاد في التوقع للمعلومه والخبر اللي بيتقال. فديانج ما توقفش. والمفاجاه كمان اللي عايز اقولها للي قال الخبر ان ديانج توقف، كل المستحقات الخاصه بالوكيل ارسلت بالامس قبل نهايه المده بثلاث ايام، والحساب البنكي موجود، وتم ارسال رقم الحساب البنكي والتحويل لاتحاد الكوره وللاتحاد الدولي ولوكيل اللاعب، وبالتالي لم يصدر قرار بايقاف اللاعب. مهم جدا يا جماعه لما نقول خبر نقول الخبر واحنا فاهمين يعني ايه خبر. لما نقول ايقاف لاعب يبقى صدر قرار بالايقاف، لكن طالما لسه في المده الزمنيه المتاحه للسداد يبقى نقول الايقاف ممكن يبدا من الخميس الجاي، ما نقولش يوم الاثنين الايقاف حصل. فبالتالي موضوع من لا موضوع، ولكن يبدو ان اللي حب يقول الخبر كان ليه مزاج ان يوزن المساله شويه، خبر ايقاف هنا وخبر ايقاف هنا. اكيد انتوا فاهميني يعني. طيب، حساب كوره بلس: الاهلي يقترب من حسم صفقه ريدا سليم جوكر المغرب. هذا اللاعب بيلعب في الجيش الملكي، ومصدر في نادي الجيش الملكي قال لكوره بلس ان رضا سليم اقرب للاهلي بنسبه تصل الى 80% وفي منافسه مع الوحده الاماراتي. وانا بقول لكم لا تعليق على هذه الاخبار خلال هذه الفتره، لان لسه في مفاجات في ملف التعاقدات. وقلت قبل كده وباكد في اسماء كتيره مطروحه على السوشيال ميديا، الاهلي بيشتغل في اسماء تانية الناس مش عارفاها. طب الترند المحلي النهارده والبدايه من حساب يلا كوره بمشاركه منتخب مصر: كاف يعلن توقيت اجراء قرعه تصفيات كاس العالم 2026. النهارده الاتحاد الافريقي عبر موقعه الرسمي اعلن ان قرعه تصفيات كاس العالم 2026 هتتنظم في ابيجان يوم الخميس الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. يوم الخميس يوم مشحون، اليوم كله فيه تفاصيل كتير، في جدول اعمال للكونجرس اللي في الكاف هيكون حوالي الساعه 11 الصبح بتوقيت القاهره، وبعدها في انتخابات التجديد النصفي للجنه التنفيذيه، وفي منافسه قويه جدا بين عضو ليبي مع عضو جزائري على مقعد في شمال افريقيا، وكمان في قرعه تصفيات كاس العالم منتخبنا الوطني هينتظر يشوف مين معاه في القرعه. كلنا عارفين ان هيكون في تسع مجموعات، لان في تسع منتخبات هتتاهل مباشره لكاس العالم 2026. مجموعه مصر قد تكون صعبه اذا تواجد معاها غانا وجنوب افريقيا، ولكن في حال عدم وجود غانا وجنوب افريقيا اعتقد كل المنتخبات هتكون متاحه انك تقدر تكسب وتتصدر المجموعه، لان مفيش فرصه اكتر من كده انك تروح كاس عالم. المره دي مش خمس منتخبات ولا ثلاثه ولا اربعه، المره دي تسعه، فصعب قوي مصر ما تكونش موجوده في كاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك 2026. طيب، حساب في الجول: مصدر من لجنه الحكام اللي في الجول: سيتم اسناد إدارة المباراتين الفاصلتين في صراع البقاء أسوان والداخلية والحرس والمحلة إلى حكام دوليين بالكامل بما في ذلك تقنية الفيديو. أنا شايف ده أمر منطقي وأمر طبيعي جدا، أنت بتتكلم في مباراة حاسمة مين يقعد ومين ينزل للدرجة الثانية، فطبيعي جدا يكون في حكام دوليين سواء في الملعب أو في تقنية الفيديو. بس أتمنى إن الكلام ده كمان يحصل في مباراة القمة، تكون في معايير في اختيارات الحكام. طيب، حساب في الجول: مصدر من لجنة الحكام: مستحقات الحكام المتأخرة سيصنح 20 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وسيتم تخصيص نصفهم لحل الأزمة. للأسف أنا شايف حلول كلها بتتقلل الاستهلاك المحلي، لكن أرقام كبيرة والحكام لها فلوس، وفي حكام من الأسبوع ال 14 ما خدتش فلوس، فبصراحة يعني موقف صعب جدا. هل في عضو في لجنة الحكام ما بياخدش مرتبه؟ أكيد بياخد مرتبه. هل رئيس اللجنة البرتغالي ما بياخدش مرتبه؟ أكيد بياخد مرتبه. لكن أنا مستغرب إزاي اللجنة ما بتدافعش عن الحكام وتجيب لهم مستحقاتهم؟ مش قادر أفهمها بصراحة. طيب، المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة: إيه الرسالة اللي توجهها للجهاز واللعيبة بعد الفوز بالدرع؟ أستاذ رمضان بيقول: مليون مبروك يا أبطال، بطولة تعبتوا واجتهدتوا على وحسمتوها بروح الفانيلا الحمراء قبل النهاية بخمس أسابيع بدون هزيمة،
حتى تأكيد الحصول على اللقب، ودلوقتي وقت تأكيد الزعامة والاستمرار على نفس النهج حتى ختام البطولة. مستنيين بطولات وألقاب تاني في هذا الموسم ليكون موسم تاريخي. أستاذة نورة سليم، شكرا كابتن بيبو، شكرا مستر كولر والجهاز الفني، شكرا لعيبة الأهلي رجالة فعلا، شكرا إعلام قناة الأهلي، شكرا لجمهور الأهلي المحترم. الحمد لله والشكر لله على سنة بطولات من كله. اسم الأهلي محفور بالذهب بإفريقيا. ناخد رأي أستاذة نورة أيضا، شكرا من قلب كل أهلاوي، كنتوا رجالة وأدي المسؤولية وتحملتوا الضغط وقتلتوا عشان يرجع الدرع الغالي إلى بيته. شكرا للجهاز الفني والمدرب واللعيبة وكل شخص في المنظومة من أصغر عامل غرف الملابس لرئيس النادي. بنشكركم بالتأكيد على المشاركة وتوجيه الرسالة، وإن شاء الله بإذن الله يوم الخميس نشوف مباراة كبيرة تليق ببطل إفريقيا وبطل الدوري أمام الزمالك يوم الخميس. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.